أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بنحو 30 مليون دولار ليصل إلى 35.249 مليار دولار مقارنة بنحو 35.219 من الألف مليار دولار خلال شهر ديسمبر. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً سلط خلاله الضوء على معدن الكوارتز وأهم الصناعات التي يدخل فيها، وأشار التقرير إلى أهم الجهود المبذولة لتنمية صناعة الكوارتز في مصر، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك مخزوناً ضخماً من الكوارتز يتميز بنسبة نقاء عالية تصل إلى 99.9%. وتتبنى مصر في الوقت الراهن استراتيجية توطين الصناعة المصرية، حيث حرصت القيادة السياسية على توطين صناعة الكوارتز في مصر، وذلك بدلا من تصديره كمادة خام. بادرت شركة حديد عز بتخفيض أسعارها استجابة للهبوط الذي حدث في أسعار الدولار في السوق الموازية، بذلك تعد أولى الشركات التي تخفض السعر نتيجة لمرونة سعر الصرف. وأعلنت الشركة تخفيضا في سعر الطن الواحد للحديد بقيمة 5360 جنيها، ليصبح بذلك سعر الطن 49,920 بدلا من 55,280 جنيها. وأشارت الشركة إلى أنها تضع أمامها هدفين محددين، الأول الاستمرار في الإنتاج بطاقة كاملة منعا لحدوث اختناقات في هذه السلعة الاستراتيجية، والثاني تحقيق مصالح كل الأطراف بما يخدم الاقتصاد القومي. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه. أما في مؤشرات البورصة، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 33% ليغلق عند 27,665 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 6,822 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9,581 نقطة. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني تراجع صادرات ألمانيا بأكثر من المتوقع في ديسمبر بسبب ضعف الطلب العالمي، وانخفضت الصادرات بنسبة 4.6% على أساس شهري في ديسمبر، حيث يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات واستقبل العام الحالي بأزمات من البداية، منها احتجاجات المزارعين في أنحاء البلاد وإضراب سائقي القطارات لأيام، فضلا عن تزايد حدة المناقشات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي.